أستاذ فؤاد كبهة، اليوم وقفت وقفة احتجاجية فردية في البداية أمام المدرسة على مشكلة البيوتكنولوجيا، وانضم لي حالا الأخ أيوب جزماوي والأخ فؤاد ملحم من الآباء، وأيضا انضم لي يوسف كبهة. وكانت هذه الوقفة لتحريك الموضوع نحو الأحسن، وأتمنى أن هذه المواضيع تدرس، وهدفنا هو التصليح وليس اتهام ولا أي إنسان، ونطالب فقط بالتصليح عن طريق لجنة التحقيق، عن طريق جلسات. ولكن وهذه المبادرة كانت مبادرة ذاتية وليس باسم لجنة الآباء.